البنك الإسلامي للتنمية يقوم بزيادة تمويلاته لجميع المشاريع في كل الدول الأعضاء 57، وآخر اجتماع لنا قريبا بلغت التمويلات اللي اعتمدت من قبل مجلس الإدارة الشهر اللي فات إلى حوالي 4.6 مليار دولار للسنة، وإن شاء الله يعني بنهاية السنة هذه يعني خلال شهرين يمكن نصل إلى قريب من 5 مليار. هذا مقارنة فقط 3 سنوات فاتت كان 1500 مليون فقط، فتقريبا حوالي 3 أضعاف يعني. وهذا مهم جدا لأنه هذه هي أسس التنمية الاقتصادية، هذه البنية التحتية ضرورية لأي اقتصاد. نتكلم عن الدول المتضررة. لسوء الحظ الدول المتضررة الآن تحتاج إلى مساعدات للعناية باللاجئين والأمور الإنسانية وليس مسألة البنية التحتية. نحن في البنك الإسلامي نقوم بما نستطيع في هذا المجال، مثلا عندنا التعامل مع مسألة اللاجئين، لدينا علاقات مع حتى المنظمات الأممية المعنية باللاجئين، لدينا عندنا صندوق التضامن الإسلامي في البنك الإسلامي يقوم بالتعاون وتمويل مشاريع للعناية بهؤلاء اللاجئين، سواء اللاجئين داخليا أو اللاجئين خارجيا أيضا. فهناك أعمال نقوم بها، لكن الأهم إن شاء الله أنه عندما تتوقف هذه المشاكل الآن أنه يعود عملية البناء، وهذه راح تحتاج إلى يعني بحجم التدمير يعني راح تحتاج إلى أموال كبيرة جدا، لكننا جاهزون للمشاركة لأنه نعتقد أنه هذا ضروري جدا لتنمية المنطقة ولإعادة الأمل في هذه المنطقة. بلبنان هلا حاليا لديكم مشاريع تمويل لمشاريع تنموية؟ تنموية فيه، بس إنها لبنان الآن تمر بمرحلة صعبة يعني من ناحية التسديد وما إلى ذلك، لكن هناك بعض المشاريع الإنسانية البسيطة اللي يقوم فيها البنك الإسلامي كما ذكرت لك، مساعدة في موضوع اللاجئين. لبنان الآن يعاني من لاجئين داخليين ولاجئين من خارج حدودها يعني، فالله يعينهم، وإحنا مع المنظمات الدولية نحاول نساعد في هذا المجال. معاليك يعني هون دعنا نقيم ماذا تعني هذه الحرب على اقتصادات المنطقة بتقديراتكم، كيف سوف تؤثر على اقتصادات ليس فقط الدول المعنية بل بشكل غير مباشر، يعني ممكن أن تكون لها تداعيات سلبية وخاصة إذا ازدادت رقعة هذا الصراع؟ طبعا الله يكفينا شرها الحروب، الحروب ما يجي منها إلا الشر يعني، ولذلك أي تمويل كان متاح مثلا لبنية أساسية لبناء خلينا نقول قطارات ولا شبكات كهرباء، الآن أنت تحتاج هذه الأموال لبناء طريق ولا بناء سكن يعني أو مد مياه فقط للشرب يعني، فالأولويات تتغير حسب الظروف يعني، ولذلك لازم يكون في تقييم جيد، وأعتقد أنه الدول المانحة والمؤسسات التمويل بما في البنك الإسلامي يعني بدأ عملية التقييم لكي نرى كيف سوف تكون الأولويات بعد توقف، لكن أهم شيء تتوقف هذه الجرائم الآن قبل يعني فوات الأوان، لأنه الاقتصادات هذه تمر بمرحلة صعبة جدا، وإذا انهار الاقتصاد بشكل كامل إعادته إلى الحياة تكون أكثر كلفة بشكل هائل جدا، والمجتمع الدولي يمكن ما هو مستعد لمثل هذه الأمور. هل ممكن تأثر بشكل غير مباشر على يعني دول غير معنية بالحرب، على دول الخليج مثلا من ناحية شهية المستثمر الأجنبي في هذه الدول؟ ممكن، لكن أعتقد أنه المستثمر ينظر إلى السياسات والاستقرار الموجود في كل بلد يعني، هذه المؤشرات دائما هامة، ولذلك دائما بالاقتصاد نتكلم عن السيجنالينج، فالدول اللي لديها قوة اقتصادية واستقرار سياسي واجتماعي ومالي تستمر في الجذب يعني، الآن شوف دول الخليج ما شاء الله يعني عملية الجذب، على العكس أحيانا يعني مثل هذه الظروف تبحث عن سيف هيفن، عن ملاذ آمن يعني، فتصبح بعض هذه الدول هي الملاذ الآمن لهذه الاستثمارات،
نرجو إن شاء الله أنه ما تستمر الأمور بهذا الشكل، لأنه نريد كل المنطقة. أنا عندي 57 دولة عضو، كلهم نحتاجهم أنهم إن شاء الله يعني يدخلوا في مرحلة نمو كبير واقتصاد مزدهر إن شاء الله. دعنا نعود إلى موضوع التمويلات اللي أعطيت من البنك، كيف تتوزع بين هذه الدول الأعضاء في البنك وعلى أي قطاعات؟ هي مثلا آسيا نشطة الآن، خاصة بعد دخول الدول الخمس المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي سابقا، أصبحت نشطة الآن. فآسيا أخذت النصيب الأكبر مثلا، بعدها أفريقيا، بعدها الشرق الأوسط، ثم آخر شيء أمريكا اللاتينية موجودة. فهذا من ناحية التوزيعات. القطاعات طبعا دائما الطاقة والترانسبورت والنقل المواصلات، هذه دائما تأخذ النصيب الأسد. لكن أود أن أؤكد أن البنك الإسلامي للتنمية في كل القطاعات موجود حسب احتياجات الدول. أيضا نحن نعمل مع الدول ونطور معهم قائمة بالمشاريع التي نستطيع نحن أن نمولها والتي حاجتها كبيرة جدا في هذه الدول. ولذلك الآن بلغت تقريبا، الحمد لله تعرفوا كنتم موجودين معنا في اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية مرور 50 عام، الآن بلغت تمويلاتنا خلال 50 عام أكثر حوالي 190 مليار دولار. فهذا كله الحمد لله يعني راح لمشاريع تنموية هامة جدا. المحزن أنه بعض هذه المشاريع يمكنها راحت يعني، والآن يحتاج لها إعادة بناء أو استبدال. لكن يعني الدول والحكومات في المنطقة عازمة يعني على إعادة البناء، وإن شاء الله بس تتوقف هذه المصائب بحيث أنه تعود الأمور الإيجابية تعود. يعني المنطقة شبعت من الحروب ومن الأمور ومن الدمار. معاليك، تمويل الأساسي للمصرف هو عبر إصدار الصكوك، صحيح، لتمويل هذه المشاريع؟ هناك مصدران، المصدر الأول هو مساهمات الدول الأعضاء في رأس المال، يعني هذه حوالي يمكن إلى 9.5 مليار دولار، يعني هذه المساهمات اللي قدمت. ثم الاقتراض من السوق، واقترضنا حنا حوالي 40 مليار دولار صكوك. بأي فترة؟ الفترة 20 سنة الماضية من يوم بدأنا نصدر صكوك، وكلها تريبل أي ريتد ومطلوبة والله الحمد، ولذلك ما عندنا أي إشكالية في موضوع يعني تعبئة الموارد. نحن نركز على جودة المشاريع وجودة التنفيذ، هذه هي دائما التحدي الأكبر. والحمد لله تقدم جدا يعني يسر. يعني وهذا العام كم بلغ حجم الإصدار، وهل ممكن أن نرى إصدارات في وقت قريب؟ نعم السنة هذه الآن تقريبا حوالي 4 مليار يمكن اللي أصدرنا، وسوف تستمر. طبعا تعرف هي asset liability management، وأيضا حسب الاحتياجات، يعني لأنه إذا كان والله التمويلات اللي أعطينا كبيرة فمعناه راح نروح للسوق ونصدر سندات أكثر، لكنها يعني مستمرة حسب نظام محدد دقيق يفي بالاحتياجات.